بتكلم على منظومه تحكيم موقف او موقف تحكيمي واضح بالظبط، وكره في مباراه واحد لابس لبني وواحد لابس اخضر بالظبط خلاص، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو ده اللي انا بتكلم فيه، لو كان الاهلي كنت هقول واحد لابس احمر وواحد لابس اخضر او بالزبط. لبني او كذا، لكن انا هنا الكره اللي كانت قدامي دي انا شفت في واحد لابس احمر لبني وواحد تاني لابس بغض النظر عن اسماء الفرق يا جماعه، انا بتكلم هنا عن فريقين فريق اتظلم وفريق واضحه. الحكم دلوقتي لما نجيب لكم الصوره واقف، لا وكانت النتيجه كام؟ اعتقد كانت 0-0 لا في اللعبه دي كانت النتيجه 0-0 هو الماتش انتهى يعني ممكن انتار. تغير حتى شكل الجيم الله خالص الله اعلم، ولكن انا قصدي الاقرب ان هو يكسب بيراميدز طبعا في هذه المباراه لانه افضل من الاتحاد، وده انا قلته ولكن ايوه بس المواقف يا جماعه عن الموقف التحكيمي، لماذا لا يتم احتساب مثل هذه اللقطه لحضرتك؟ ده اللي بيثير، هو ده اللي بيثير التعصب. بعدين يرجع يقول لك ايه، اصله اسلام الشاطر في قناه الاهلي بيسخن انا ولا بسخن ولا انا لو في قناه اي قناه ثانيه هقول هذا الكلام برضه لانه يا جماعه هو اللي بيحصل ده طبيعي، هو اللي احنا شايفينه ده اللعبه دي من الحكم ده مع الفار ده في وجود الفار الفار هل ده طبيعي؟ لو حضراتكم شايفين ان ده طبيعي او حد شايف يقول لك ليه؟ طب ما حصل الهدف يا اخي مقفر او هل لو كانت لبيراميدز كان هيبقى نفس القرار؟ اتحداك الله اعلم كان لا يمكن. لا كان لا يمكن لو كانت للاهلي كان هيبقى نفس القرار. لا 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 انت عندك في مباراه الاهلي بتكلم على حد ثاني. لا انا بكلمك لو كانت لبيراميدز اللعبه كان لا هتتحسب والحكم هيصفر ويجري ايه بقى منتشي بيحسب، لكن عاوز اقول لك ايه الامور اصبحت ليه يا استاذ محمود؟ لا ما انا بكلمك انا مستغرب برضو. لا انا برضو حزين على واحد زي محمود البنا، يعني انا كنت حاسب حساباتي انه محمود البنا رايح في حته تانية خالص يعني ايه في المستوى وبتاع، لكن شايف في ثلاث اربع حاجات اخطاء ارتكبها في حتى كابتن بنا السنه دي من السنه دي لا في حاجه لا خارج لا خارج لا يعني كفايه عدم توفيق لا ده كفايه اللي حصل في ماتش الترسانه وحرس الحدود ما انا بقول لك لا خارج بره الموضوع نقص من الرصيد يعني اصبح ما ده دي مشكله. هل فقد الحكام الكبار الثقه في انفسهم فبقعد منتظرين من الفي ار بره ان هو اللي يوجهه؟ يعني انت مش شايف اللعبه تبقى كارثه يا كابتن اسلام؟ يعني انت عاوز اقول لك ايه؟ خطا حاجه يا استاذ محمود انما هو خطا يا رئيس في فار ما انا بقول لك الفار قاعد ما انا بقول لك الاثنين متكلين على بعض كل واحد بيدور على الثاني مين ياخد القرار، مع انه البروتوكول بيدي الحكم السلطان على الفار، يعني لو قال له اللعبه ضربه جزاء اللي بره هو قال له لا مش ضربه جزاء وحصلت مع حكام برضه شافوا نفسهم طرد اللعبه وتعالى شوفها لا ما شايفهاش تفسيرك يعني عاوز اقول لك ايه تفسيرك للي بيحصل ده ايه يا استاذ محمود؟ لا لا في حد في عدم ثقه وفي على فكره غياب للضمير واضح جدا، وانا بقوله لك اهو بتدفع ثمن الكوره، انت بتيجي لعبه تتحسب لنادي وتيجي لعبه لنادي ثانيه ما تتحسبش وتيجي لعبه لثالث ما فيش مسطره واحده وما تعرفش التفكير الناس دي يعني ايه هو الهدف من المشاهد اللي انت شايفها، يعني في ماتش سموحه كوره فاول دفع واضح والحكم شايف الكره بعينيه ولا كانه شايف، واللي بره في برضه الناحيه الثانيه عامل نفسه مش واخد باله، يعني عاوز اقول لك ايه يا عم خلصنا يا عم يا عم خلصنا احنا ما مش فاضيين خلينا تمشي اللي عارف انت ايه يعني الامر اللي انت بتطالب بيه انك ما حدش عاوز حاجه مش بتاعته، بس انت عاوز يا عم حط لي ميزان واحد يعني قول لي على الكل الوضع على الصغير وعلى الكبير، لو كان على مين ما حدش هيتكلم يعني لكن المشهد واستمرار بالصوره دي الغريبه دي واختفاء بريرة عن المشهد اللي انت شايفه حاليا مسافر هو المفروض يسافر ماشي المفروض يبقى الف سلامه فانت الف سلامه عليك سلامه على انا بقول لك اهو انت بامانه يعني لا التحكيم لا التحكيم ده محتاج وقفه ومحتاج اعاده حسابات واعاده نظر، يعني هنقول الموسم ده يخلص باللي فيه لكن طبعا في الموسم لسه يا جماعه في ماتشات مش اللي لسه فيه لا مش باللي فيه وانا على فكره انا ما عنديش يعني مش ما عنديش مشكله انا كنادي اهلي او انا كمشجع اهلاوي لما لو لا قدر الله خسرت الدوري بسبب التحكيم هيبقى عندي مشكله كبيره لا عندي مشكله لكن طبعًا. لو خسرت الدوري فني في الملعب لا انت ما عندكش مشكله بالعكس هنطلع نقول الناس مبروك وبتاع ومش عارف ايه، ولكن احنا خلاص احنا لو لا قدر الله حتى خسرنا الدوري احنا ما خسرناهوش فني
لانه ما حدث من اخطاء خلال الفتره السابقه بيؤثر وبيؤثر بشكل كبير جدا. وانا هنا ولا بحط مبررات ولا بقول مش عارف ايه عشان بس ما حدش يقول لك ده اصله اسلام طلع يقول مبررات عشان ماتش. لا انا انا متاكد ان شاء الله ان ربنا هيكرمنا ونكسب البيراميدز ونكسب هذا الدوري ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذا الامر. ولكن مش بسهوله طبعا كل حاجه صعبه. ولكن اقصد اقول انه يا جماعه احنا انا بتكلم كلام حقيقي وانا عندي بدل الواقعه 2 و3 و4 و5 و6 و7 و10 وقعات فيما يخص الامور التحكيميه في هذا الموسم. يعني هو بص يا كابتن من الاساسيات قلنا لبدايه الموسم الجديد لازم من النهارده يتم التحضير للموسم الجديد على مستوى الحكام. ده رقم واحد. رقم 2 ويمكن رقم واحد برضو الدوري شكله هيبقى عامل ازاي. ده مهم جدا. ولذلك انا لا انصح بتأجيل مناقشة الحاجات دي لغاية ما يجي اتحاد جديد. لازم اليومين دول لازم دي الرابطة بقى اللي تتكلم. ما هي الرابطة لازم هي اللي تشتغل على ده صح. بس يعني يفضوا شوية ويفضوا دماغهم شوية